حيث يحتفل أهالي سامراء بذكرى المولد النبوي الشريف لليوم الثاني على التوالي، معبرين عن فرحتهم وسائلين المولى عز وجل أن تعم الوحدة والأمن كافة ربوع هذا البلد. ها هي أجواء الفرحة تعم مدينة سامراء والعراق عامة، وهي الفرحة التي اجتمع فيها المسلمون ليقولوا بصوت واحد: نحن نحبك يا رسول الله، ونحن على العهد باقون على منهاجك الشريف. وها هم أهل سامراء يظهرون الفرحة ليست فقط في قلوبهم، وإنما عبروا عنها في كل الزينة. المناسبة يعني رسالتي إن شاء الله تكون للنبي عليه الصلاة والسلام إنه إحنا مقصرين بحق الرسول عليه الصلاة والسلام، ويا ريت نراجع نفسنا شوية، نراجع نفسنا، كافي اللي صار بينا. يعني اليوم إحنا دا نشاهد احتفالات ما شاء الله، نشاهد احتفالية صلوات على محمد. يعني نتمنى يا ربي يعم الأمن والأمان على كل عراقنا يا ربي، ووحد قلوبنا بهاي المناسبة، ووحد ويلم شملنا إن شاء الله يا ربي. وفي السياق ذاته هنأ قادة أمنيون في سامراء العراقيين جميعا والعالمين العربي والإسلامي بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف. كما أشار ضباط من شرطة الطوارئ أن قيادة عمليات صلاح الدين وجهت بضبط الحالة الأمنية في عموم المحافظة. وهنأ الشعب العراقي والعالم الإسلامي وكافة الدول الإسلامية بهذه المناسبة العظيمة، ألا وهي مولد سيد الكائنات عليه الصلاة والسلام. ونلاحظ هذا، أنتم تلاحظون الأهاجيج والناس كيف تسير في الشوارع بهذه المناسبة العظيمة، والأمور طبيعية وجيدة جدا والحمد لله. حسب توجيهات السيد قائد العمليات المحترم، وجه بنشر كافة القوات الأمنية في كل مفاصل سامراء، وتكون المعاملة طيبة مع كافة المواطنين، والحمد لله المعاملة طيبة، والمواطنين أيضا معاملتهم اتجاه القوات الأمنية معاملة حسنة. فأنت تلاحظ هذا الأفراح، والأفراح مستمرة بهذا الشارع، مو فقط بهذا الشارع وإنما بكافة مفاصل سامراء.